في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، قام مسؤول المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من الشخصيات العامة بتكريم أوائل الثانويات العامة بأقسامها المختلفة نظرا لتفوقهم وتميزه العلمي، والذين يعدون سند الدولة المصرية في قيادة قاطرة التنمية. النهاردة يمكن وجود متفوقي الثانوية العامة وهم ركيزة المستقبل وركيزة التنمية وبراعم لمستقبل مصر، هم دول المادة الخام للتنمية البشرية. النهاردة متفوقين بنقول لهم مبروك، بنقول للأب والأم والمعلم شكرا على المجهود اللي تم بذله في سبيل إخراج هذه المادة الخام الرائعة. بنتمنى لكل أطفال مصر إن هم يتخطوا مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب بهذا التفوق الرائع. جزء أصيل من الاهتمامات السياسية والاجتماعية والثقافية ان احنا نهتم بأبنائنا اللي لهم توجهات علمية. ما فيش دولة في العالم بتهمل طاقتها البشرية ولا طاقتها العلمية. انا النهاردة بصفتي زعيم الأغلبية في مجلس النواب باجي عشان اشارك في هذا التكريم ونساهم في متابعة هؤلاء المتفوقين ازاي دول يبقوا هم السند للدولة المصرية. التكريم شمل 31 طالب وطالبة الذين عبروا عن امتنانهم وثنائهم لما تقدم لهم الدولة المصرية من رعاية واهتمام للارتقاء بالعملية التعليمية في مصر. فرحانة جدا في تكريم زي ده وفخورة بنفسي جدا. طبعا احب اكمل طبعا في الكلية، انا كده كده حلمت بيها من زمان، وان انا لما اتخرج اشتغل في مجال الترجمه. نقدر جدا تقديرهم لينا وان هم جايبيننا يحتفلوا بينا ويسعدونا ويبهجونا في هذا اليوم الجميل. نشكر لكل مؤسسه الدوله على دورها في تكريم اوائل الثانويه العامه وخصوصا المجلس القومي للامومه والطفوله لتكريمه لينا النهارده وخصوصا في رعايته للامومه، لان رعايته للامومه هي اللي بتخلق التفوق. التفوق ما بيتخلقش بمرحله ثانوي، التفوق دي بذره بيزرعها الاب والام في الطفل من صغره. مكافاه كبيره بصراحه، مش مجرد مكافاه ماليه، لا هي مكافاه معنويه بتفرق معانا جدا بصراحه. ده شيء يسبب فخر ليا، يعني ان الدوله بتقدر الشباب وخصوصا الاوائل مننا. تكريم مؤسسات الدوله حكوميه ومدنيه لابنائها من المتفوقين من اوائل الثانويه العامه يؤكد حرص الدوله المصريه على دعم ومسانده ابنائها ليكونوا نواه لجيل قادر على العطاء. محمد حلمي، النيل للأخبار.